إلى التصعيد الذي شهدته المنطقة مؤخراً، حيث كان لبنان مسرحاً في فصول منه. إثر ذلك عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب لمتابعة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وكذلك موضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية. وأعلن أبو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. تتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الهجمات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا. أما على صعيد ردود الفعل الدولية لهذا المشهد المضطرب في المنطقة، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه العميق إزاء ما وصفه بالتصعيد الخطير الذي حصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، داعيا إلى وقف فوري للعنف. وأصدر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أصدر بيانا ندد باستخدام الشرطة الإسرائيلية للقوة في حرم المسجد الأقصى. كما ندد الاتحاد الأوروبي بالعملية التي وقعت في تل أبيب والهجمات الصاروخية على إسرائيل من لبنان وغزة. لمزيد من المتابعة ينضم إلي من الجليل مراسلنا نضال كناعنا. نضال، هل يمكن القول أنه تم تجاوز الأصعب مع عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة بعد يعني أيام حقيقة كانت صعبة وشهدت يعني تصاعد العنف، هل يمكن القول في هذه المرحلة أنه عادت الأمور إلى السيطرة؟ نعم إيمان، الآن الأوضاع هادئة، الأمور عادت إلى السيطرة إن صح القول، هنالك هدوء تام على الحدود الشمالية أيضا مع قطاع غزة، لكن هنالك توتر وهنالك استعداد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، هنالك تجنيد لقوات احتياط في الجيش الإسرائيلي خاصة في منظومات الدفاع الجوي تحسبا إلى عودة الأمور. ما يثير القلق في إسرائيل أن ما جرى على الحدود اللبنانية على الأقل هو ربما مؤشر لمرحلة قادمة يتم فيها استخدام حركة حماس من قبل حزب الله أو إيران للرد على إسرائيل على أي خطوة إسرائيلية ضد حزب الله أو ضد الأهداف الإيرانية على الأراضي السورية، وبالتالي إعادة فتح جبهة لبنان، الجبهة التي كانت الأكثر هدوءا منذ عام 2006 منذ الحرب الأخيرة مع لبنان، وبالتالي هذا يثير الكثير من القلق في إسرائيل، ويتم تداول الحسابات في الفترة الأخيرة لدى منظومات الأمن الإسرائيلية لدى الاستخبارات العسكرية والموساد وتجري التقييمات في الجيش. لكن الآن ما يثير القلق هو الأوضاع الداخلية، نحن نرى استمرار العمليات ضد الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بالأمس كانت هنالك عمليتان أدتا إلى مقتل مواطنتين إسرائيليتين وإلى سائح إيطالي في تل أبيب، وبالتالي التخوف من هذه العمليات التي لا يمكن توقعها ولا يمكن وقفها أمنيا، والحل الوحيد هو التواجد الأمني الكثيف، وبالتالي من هنا جاء الأمر بتجنيد المزيد من قوات حرس الحدود لنشرها في المدن الإسرائيلية. في هذا السياق أيضا الشرطة الإسرائيلية طالبت المتظاهرين اليوم في تل أبيب التظاهرات الأسبوعية التي تجري احتجاجا على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء بعدم إغلاق الطرقات في تل أبيب من أجل الإبقاء عليها مفتوحة لأي حالة طوارئ، أي عملية ضد مواطنين إسرائيليين ستحتاج الشرطة إلى الطرقات مفتوحة من أجل تسيير مركبات الطوارئ الإسعاف وقوات الشرطة الإسرائيلية. المتظاهرون من جهتهم ردوا على طلب الشرطة وقالوا بأنهم سيمتنعون عن إجراء مسيرة في تل أبيب وفقط التظاهر في ساحة عامة دون السير في شوارع المدينة من أجل إبقائها
مفتوحة نزولا عند طلب الشرطة. المتظاهرون يقولون سنستمر في هذه التظاهرات وكأنه لا يوجد إرهاب كما يقولون، ومن جهة أخرى سنتجند وسنحارب الإرهاب وكأنه لا يوجد تظاهرات ولا توجد محاولات من نتنياهو لإضعاف القضاء. نعم، شكرا لك نضال كان على مراسلنا من الجليل.